هاي، صباح الخير. النهاردة احنا في حلقة جديدة ان شاء الله من Crazy Woman. النهاردة معانا حاجة شوية مختلفة، بس ان شاء الله تطلع لذيذة وتعجبكم بإذن الله. خلينا نشوف. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. بخير؟ زي الفل. دايما مساحة عافية يا رب. ربنا يخليك. اسم حضرتك ايه؟ مينا. مينا. قليل لما بشوف بنت كده. بجد؟ اه. انا ببسط قوي لما حد بيقول لي كده، بحس اني انسانة مكافحة. لا يعني الدنيا بقت مختلفة دلوقتي. لا يعني بجد؟ والله انا بحس اني مكافحة كده وبجري على اكل عيشي. انا كل يوم ما شاء الله ما شاء الله عليا، يعني بصحى بدري جدا، 8 الصبح في الشارع، مكفية كده على الدورة. والله العظيم اقعد الف وادور الف وادور على التركسيون كده. لا يعني برافو عليك، ربنا يعني ربنا يقويك. ربنا يكرم اصل حضرتك. ميرسي جدا. الف شكر. اصل اهم حاجة في الشغلانة بتاعتنا دي الكرامة. اكيد. الجنيه السهل ما احبوش. ده في أي حاجة ما يسبقش في الشغلانة دي. يعني عامة الكرامة شيء مهم. يعني انا ما احبش الجنيه السهل، كان ممكن انزل اشتغل اي شغلانه انا عاجباني، بس لا، انا قررت ان اشتغل على عربيتي واكمل دراستي واعمل كل اللي انا نفسي فيه، بس بكرامتي. اهم حاجه في دنيتي كرامتي. حابب اشتغل ايه؟ انا المفروض ان انا في سنه رابعه كليه التربيه بدي دروس، يعني لسه ما خلصتش. برده ما شاء الله بتشتغل وتدرس زي عندك كرامه يعني. الحمد لله ان شاء الله. احنا كده بقى نمسك كرامتنا احنا الاثنين ونوزع منها. اه والله بكلمك بجد. المشكله ان بقول ان الانسان يحافظ على كرامته في غرفته. لا انا اهم حاجه عندي في حياتي الكرامه، ثم الكرامه. هلا يا فطور. ابو ناصر مبارك بعد عمري. اخبار حضرتك ايه؟ والله وحشاني. اركب اركب اركب. حياتي انا كنت انتظر لاند كروزر الحين يجي سواك. لا لا والله ما حد مصر غيري. حياه قلبي. ايه بركه ايه؟ ايوه بس شو اسبوع مصر. هلا اسبوع ما تكلمنيش. ايه بس والله كان عندي مواضيع كثيره والشركه وهذا. طب بقى مين كان بيوصلك الاسبوع ده غيري؟ اه كان معي ورع هيك حلو يعني. ولد كان كويس. يلا مش مشكلة. لا كلام. اخبارك؟ طب والله بجد زعلت. والله انتي حياتي يا فطور. اخبارك انت يا اخبار المال والبنون؟ الحمد لله. البنون عاملين ايه؟ ذكرتيني بالكلمة. يلا يلا الله 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 الله. كرامة ايه؟ حياتي ايه؟ كرامة اهيك. كرامة ايه؟ مبسوط؟ الحمد لله. عايز مناديل؟ خد نفل. ايه يا حاجة ما تقدي على نفسك. وين اللي كانوا يسلونا يا فطوم؟ اتسلى عليه يا باشا. انت بقى تسالي مين؟ مش عايز تسالي. تسلى على مين بس عشان ما اتضايقش عليكي. يا ابو ناصر هلا حبي. تبغى باينابل؟ ما بي باينابل. التليفون ده هذا الوكاله حق الكافي تبعي. بسم الله ما شاء الله. اخذتها كلها؟ ده دمك عسل ما شاء الله. الله ايش ماله هذا؟ خطيبك احسه يعني. خطيبي مرتاح عندك ولا تيجي هنا؟ لا تيجي فين؟ ما تلمي نفسك شويه. وانت خدت الكيس كلبز اللي خارج لي منه انت ده؟ اه كلبوز؟ وش كلبوز؟ اقول لك اسمعي يا ام الشباب يلا خلينا نضحك. ايه يا عم اللي انت بتطلعه ده يا عم؟ حركي خليه يضحكني. بيقول لك مره هناخد مطب صناعي. مطب صناعي عجبتك يا ورق؟ طبيعي صناعي. انبسطت؟ جدا والله. يلا واحد ثاني. لو انت بتعرفي تبسطي. بيقول لك مره مرة واحد اثنين ثلاثة. مرة واحد بس. مرة واحد. يلا حبيبي. ما تخف يا عم انت. خف. خف. ليش الخف؟ وانت لمي نفسك شوية. ليش نفسي ولا نفسي؟ لمي نفسك بكرامة كلمة بعطرة. لا لو هلم نفسي فانا نفسي في حاجات كتير. ابو ناصر. حياتي. العربية متكسرة لكن لو هلم نفسي مش هلمها. يلا بجيب لك اربع سيارات سويهم ليموزين. لاند كروزر؟ الجو اللي بدك اياه لاند كروزر. انا ابغى زي دي الحلوة. يلا بجيب لك اياها. بقول لك نقضي مشوارنا بعد كده شوفي هتعملي ايه مع ابو ناصر انت. طيب. يا ابو 20 جنيه. طب نهدى شوية. نهدى سكر شوية. نهدى شوية. نعم يا روح قلبي. خلي هذا الورع هذا يسوي لي مساج. يلا. مساج مين يا ابني؟ يا ابني ايش مالك ليش تضرب انت؟ يا عمي خفي يا عم. انت بتضرب ابو ناصر؟ انت يا ابو ناصر. ابو ناصر والله ضربني والله ذبحني. انا اعرف اوتيل قريب لو عجبك يعني. اوتيل ايه؟ ما تلمي نفسك يا بنت وهو ده. ها؟
في قفش هتقفش جامد. انت هتقفشني؟ اه يا بعطيك. طب ما تيجي قفش لك انا. حي حي شوية تيجي قفش لك انا. مش دون افتح يا مش دون. مالك تعالى يا ابني انزل بقول لك انزل. اهدي اشفي وانت يا بنت بنهزر والله بنهزر والله بنهزر. انا كنت خلصت من دون ما اردتني وقعت المايك. ايه يا عم انت صعيدي؟ قولكم سنة وانتم طيبين. سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليك. تزعلش. قول انك موت في النزيع. تزعلش. طب يلا تعالى معايا على الفندق يلا. قول انك موافق في النزيع. موافق تمام. موافق قوي؟ من قلبك. يعني بس تمام يعني. لا موافق. من قلبك. لا موافق تمام. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ايه الاخبار؟ زي الفل تمام. الحمد لله الحمد لله دايما يا رب تكون تمام حضرتك. مش بس يعني ممكن او بسرعه شويه عشان مستعجل. ده حضرتك لسه راكب. ما انا بس ورا والله ورايا مشوار بس مستعجل فممكن بس بسرعه شويه. هو حضرتك مصمم ان احنا نمشي بنفس الطريق مش ممكن نغيره مثلا؟ لا لا انا شايفه في طريق تاني اسرع. يعني يا ريت لو على الجي بي اس يعني. حاضر بس اوامر يا فندم اوامر. احنا خدامين لقمه عيشنا. يا نهار ابيض ايه الزود. لا والله بتكلم بجد الا لقمه العيش. الواحد لازم يتعب ويشقى على اكل عيشه. ده حقيقي. الجنيه يا باشا كده لازم يجي بالتعب. لو ما جاش كده وانت شقيان عليه ملوش لازمه ملوش قيمه والله. يغور تغور اللقمه. اللقمه السهله الواحد ما يحبهاش. اهم حاجه الواحد يكون عنده كرامه. خلي بالك صح. الكرامه اهم شيء في حياه البني ادمين. اصل البني ادم يسوى ايه من غير كرامه؟ حاجه بتشتغل ايه؟ صح. انا انا اي تي. اي تي اللي هو الناس الذكيه دي. ده لما دي معلومات عن الاي تي كده وبيشتغل على الحاجات دي. حاجه بقى ممكن مثلا تطاطي للمدير بتاعك او تطبل له او تعمل اي حاجه عشان مثلا فلوس زياده. لا لا صح كده. انا نفس الكلام نفس القصه بالنسبه لي. انا اهم حاجه في حياتي في عيشتي كلها الكرامه. كرامه ثم الكرامه ثم الكرامه. انا بس يعني مستني ابو ناصر. هلا يا فطوم. يا بعد عمري يلا حيو يلا حيو. هلا 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 هلا. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا ومرحبا. هلا يا فطوم اخبارك؟ هلا والله. هلا هلا هلا. ابو ناصر. ابو ناصر. منو هذا؟ ابو ناصر ده خطيبي. هلا هلا اخوي. هلا خطيبك. اخبار حضرتك؟ كيف علومك؟ اخبار المال والبنون ايه؟ المال زين والبنون زين. البنون زين. يا فندم اهم حاجه البنون. والله راح يزيد يا فطوم. والله العظيم تقدر يا فطوم. الله يحييك. اللهم صل عليك يا رب. حياتي يا فطوم. هو انت ليه محسسان ان هو ابو طارق يعني؟ لا لا ابو طارق ايه ولا يجي حاجه جنب ابو ناصر. وما يعرف هذا منو ابو ناصر؟ لا انت لازم تعدل. انت لو ما تعرفش نعرفك. لا ما مين حضرتك يا بعد هشوف شوف. هذه الصفره الرابعه اللي لمصر زين. هذه وجه الخير علي. الصفره الرابعه. هذه رابع مره اجي على مصر. طب يا بجد اضحك يا ابني يا رب. ده كل كلام. مالك هذا؟ مالك انت انت والله العظيم كل كلام. لا يا فطوم انا مو مبسوط يا فطوم. لا ليه مش مبسوط؟ لا مزاجي هيك. معك يعني. ايه معك ايه تحب تاكل ايه معك ايه؟ اي شيء يلا. عايز تسالي طبقه تسالي. فرفشي فرفشي خليني اضحك. عمر اصلع التابلو. عمر اصلع. وبعد عمري الله يخليك بس شوي. خليك رجلك. اوعى تبعد. كيف يسوي هذا مجنون؟ ترى انت طقيتها براسك؟ بس 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 يلا 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 خلاص. ابي اسوي لي مساج. لا لا ما كانش 24 جنيه. لا هطفش لابو ناصر يا ست. لو ب 10 جنيه كيف يعمل هذا؟ لا لا انت مجنون. انت مجنون يا عمي. انا اسقع الصبح يا عم ابو ناصر. ترى وش ماله؟ لا انا خلاص انا تعكني انت يا فطوم. انا زعلان. ضحكوني ضحكوني فرفشوني. سرقتها في المقطع حبيب قلبي. وش هي؟ بقول لك ايه؟ وش هي؟ اه بقول لك مره زبون غتت مش عايز ينزل يركب في الشنطه. لا والله بكلمك. حلو صح؟ حلو. عسل دمك عسل. والله خلاص بس فسخ. ده انا اعمل لك شعري سجاده تمشي عليه. حلو حلو حياتي. والله العظيم يا ابو ناصر. اه حبي. والله مرتاح يعني شوي شوي بس يعني التكييف حر. بس معلش سؤال بس فين الكرامه والموسم الاخلاقي اللي كنت بتكلميني عليها من اول الرحله؟ التكييف تمام. التكييف حلو ما شاء الله. حلو 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 التكييف. اه حلو حلو. يا سهلا. ترى ما في تساعي ما في شيء. بيت الكرامه والمبادئ. ايه يا ابو ناصر مش سامع. ما في هذا تسالي فاكهه. ايش مالك انت؟ شوف هنا في ايه. انت بتعملي ايه يا فندم؟ حالا هقف حالا. بتعملي ايه؟ ها بتعملي ايه؟
تخلاش على عربيتي ابو نصر، العربية مكسرة. هو اللي ما تخلاش على عربيتي؟ استنى ابو نصر، استنى يا عم انت. والله عندك راس ما شاء الله. يا عم انت اهدى بس، الله يخليكي في السخيد الحلوين. في السخيد ايه يا عم انت؟ عربيتي يا عم انت متضايق؟ متضايق صح؟ اه مو مبسوط. بقول لك ايه، تحب مساج؟ تبغى مساج؟ ابي مساج. نط دلك ابو نصر، يلا ادلك. ابو هيدفع كام ابو نصر؟ اللي بدك اياه مصاري؟ مصاري؟ يضحك يا اخي ما في. تعال تعال انت تتكلم مع ابو ناصر. تعرف مينو ابو ناصر؟ لا ما اعرفه. يلا تعال سوي لي مساج. طب نط دلك الباشا عندي. تعال سريع 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 يا سريع. يلا يلا يا سريع يا عم. لا ما تزعلناش بقى يا عم. يا سريع يا عم. ما تزعلناش بقى يا عم. ما تزعلناش بقى يا عم. انت لا الصبح يا عم. يا بقى بقول لك لا ما تلزمنيش، انزل يلا. ايه يا عم القرف يا ست؟ انا اللي مش عايز ارجع يا ست. انا هشوف يلا. فلوس رايح. فلوس انت وين رايح؟ تعالي يا ورع. اسكت. كل طيبين. وقول انك مش زعلان. لا انا مش زعلان. وقول انك موافق نزيع. موافق. موافق قوي؟ موافق جدا. بالوش ده؟ موافق جدا.